أختك ولا بنت عمك ولا من يعدي بهبالك، أختك ولا بنت عمك ولا من يعدي بهبالك. نحلف إذا ماتت أمك، نحلف إذا ماتت أمك، سدرة النساء ما بقى لك. أختك ولا بنت عمك ولا من يعدي بهبالك. نحلف إذا ماتت أمك، نحلف إذا ماتت أمك، نحلف إذا ماتت أمك، صدقت النساء ما بخالك. يا أما يا أما. مشاهدينا الكرام، أهلا بكم في عدد جديد من برنامج ستار كيدز الذي يأتيكم سهرة كل يوم أحد على قناتكم قناة التحرير ويب تي في. اليوم بالطبع ضيف مميز جدا، جاءنا من هناك من مدينة جامعة التي شخصيا أحبها كثيرا، نحب ناسها الطيبة والخير والكرم والجود. يلا مباشرة أنا وياكم جميعا نرحب بالمنشد المبدع عبد النور الشراديد وبصوته المميز. أنت الذي لما رفعت إلى السماء بك قد سمت وتزينت لسراك، أنت الذي ناداك ربك مرحبا ولقد دعاك لقربي وحماك. صلى عليك الله، صلى عليك الله، صلى عليك الله يا علم الهدى. مشتاق مشتاق إلى لقياك، أنت قمرنا، أنت سيدنا، أنت شفيعنا يا رسول الله. أنت قمرنا، أنت سيدنا، أنت شفيعنا يا رسول الله. قمر 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 سيد النبي قمر وجميل وجميل سيدنا النبي وجميع وكف المصطفى كالورد نادي الله الله، وعطرها يبقى إذا مست أيادي الله الله، وكف المصطفى كالورد نادي الله الله، وعطرها يبقى إذا مست أيادي الله الله، وعم نوالهما كل العباد، وعم نوالها كل العباد، وعم نوالها كل العباد، حبيب الله يا خير البرى. يا قمر 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 سيدنا النبي قمر وجميل
وجميل سيدنا النبي وجميل. الله الله وجميل سيدنا النبي وجميل، ما أجمل الفن الهادف وهذه الكلمات الراقية في مدح حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. إذن مرحبا بكل من يشاهدنا، أحبابنا داعمي الفن الهادف، داعمي المواهب اللي راهم يجونا من هنا ومن هناك. صلاح صلاح بالتوفيق حبيبي عبد النور، عند جمهور كبير جدا عبد النور ما شاء الله. أيضا وردة شامية زميلتنا، السلام عليكم على جميع طاقم التحرير، وعليكم السلام يا وردة شامية. ربيع قاسمية بالتوفيق حبيبي. سمير شتوان محب الفن الهادف، الله 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 عليك لحبيب الغالي كمان، ربي يحفظك إن شاء الله. ليندا يا مرحب يا مرحبا بيك. عبد الغني أيوب يا حبيبي يا عبد النور، بالعيد محمد أمين ما شاء الله، اللهم بارك وزد اللهم أمين. هنيهات أمه يا ماه ما شاء الله على ولد بلادي طوب، أم هدولة ما شاء الله رب ما شاء الله ربي يوفقها إن شاء الله. عريبي سمير عريبي بالتوفيق. نهلاش تقولك موفق ابن العم نهلا هكا. هذا عبد الباسط منصور، ما شاء الله عليك عبد النور مبدع، له مستقبل كبير في الإنشاد، وتحية لإخويه صهيب وإسحاق، تحية إلى كل عائلة شرديل اللي تبعنا من الحبيبة جامعة. يلا يا عبد النور مرحبا بيك، وش أخبارك وش حوالك؟ مرحبا بك يا أخي كمال، نشكرك على هذه الاستضافة، ونشكر قناة تحرير على هذه الدعوة. إن شاء الله نقضي وقت ممتع هنا في الاستضافة. إن شاء الله يا رب. أخبارك مع الامتحانات أمورك؟ والله رانا عقابة مع الامتحانات مع المراجعة، نعم الحمد لله ما بقاش، غدا إن شاء الله نكمل ما تبقى. تجاز بيها عبد النور داير مازال صغير، لأني من قبل كانت تجيني فيديوهات في مسابقات الأطفال الصغار، انا مازال دايره صغير مسحات مازال صغير، كلمتها قلت له خلاص اوكي. بعد ما اتفقنا قلت له، قال لي راني مع امتحانات، واش راك تعدي في امتحانات؟ قال لي راني سنه ثانيه جامعي. قلت له انت ماكش ستار كيدز، انت راك ستار كبار، لكن في نظرنا دائما يبقى صغيرا، وصوته كبير وابداعه مميز، وعائلته عائله فنيه. نوجه تحيه الى الوالده والوالد والى كل من يتابعنا ويشجع الفن الهادف. يلا يا سيدي، وقتاش بدايه الانشاد؟ والله كانت بدايتي مع الإنشاد بحكم عبد النور يعني مترعرع في عائلة إنشادية، حيث أن أخي إسحاق وصهيب منشدين بالطبع معروفين، كنت يعني أتدرب معهم ونقوم بالحفلات والمهرجانات، وبالشوي بشوي يعني راك في فرقة إنشادية معهم؟ فرقة بلابل الوحات. بلابل الوحات. مرات كنت نشوف فيديوهات لباباك كان معاكم ينشد، باباك منشد أيضا؟ نعم منشد. يعني الصوت هزته من باباك؟ إيه من الوالد. يعني العائلة من الأم والأب كل منشدين يعني. ما شاء الله ربي يبارك. عندكم شدكم منشد؟ إيه كل عندهم صوت حسن. والله ممكن كانوا في المديح من قبل، الناس كانوا في المديح في الجامعة معروف، قصيد المديح ما شاء الله جامعة معروفة به بقوة. يلا قدوتك محليا وطنيا وعالميا. خلينا نقول محليا، ممكن نقول في جامعة على مستوى جامعة، إسحاق ولا صهيب؟ صهيب قدوتي محليا، صهيب والوالد ما شاء الله عنده صوت، عنده خويه ربي يبارك إسحاق وصهيب، راح نسمعهم إن شاء الله في الفقرة الثانية. أصوات مميزة جدا ولهم باع كبير جدا في الإنشاد، ويعني ربي يحفظهم الآن إن شاء الله. منهم محليا صهيب، محليا صهيب. صهيب صهيب يعني قلت بالك يقول لي الوالد. الوالد صهيب ولا صهيب خير من الوالد صوت؟ والله في زوج عندهم أصوات يعني. وطنيا؟ وطنيا نجيب عياش، مش نجيب عياش. نجيب عياش اختيار مميز جدا، منشورة تحية نجيب عياش، ونتمنى له إن شاء الله التوفيق، ونسمعه إن شاء الله في القريب عمل مسجل، لأن صوته صراحة خطير. عالميا؟ عالميا الشيخ الكبير. والمنشد الترمذي، ابو محمود الترمذي استاذنا، نوجه تحيه ايضا، اظن في الجزائر الفتره هذه بين بسكرة وسكيكدا، نوجه تحيه استاذنا ابو محمود الترمذي، مره على مره راهو يتابعنا، وربي يطولنا في عمره ان شاء الله، من كبار المنشدين هو وابو الجود وابو راتب ومصطفى وعديد الاسماء الذين تربينا على اصواتهم، ابو المجد ايضا هنا في الجزائر، وعديد الاصوات المميزه في عالمنا العربي. كيف حال الإنشاد في جامعة؟ يسألك محمد، كيف حال الإنشاد في جامعة؟ حال الإنشاد في جامعة يعني ليس كسابقه، حيث نشاهد الناس الآن يتوجهون للطابع المحلي،
كالقصيد والمديح الديني. كذلك نجد معظم الشباب والمستمعين يتوجهون نحو الغناء المحلي. ايوه الغناء المحلي مميزه ما شاء الله، قاعكم راه هايل. الغناء المحلي ويعني جامعه كانت في القدم معروفه بالاشاد، لكن مهرجانات واصوات. نعم، لكن في الفتره هذه نجد ان اغلب المستمعين نجد يعني غير نخبه ذواقه للفن والانشاد، نخبه قليله يعني. فرقه شاديه كاين في جامعه؟ نعم كاين، كاين فرقه النسائم، فرقه نسائم بقيات الاستاذ وحيد هباس. نعم ما شاء الله وحيد، فرقه النسائم. كاين فرقه الانوار، فرقه البلابل. العديد لكن صراحه ماهيش اخذه حقها وتستاهل جامعه انها تكون لها فرق صراحه. نعم. لازم يخدموا شويه باش تكون نعم. نعم عندها اصوات لكن لازم تجتمع على فرقها كتكون قويه، واللي ما لا تجتمع حتى الفرق تكون اذا عندكم خمسه فرق تكون عندكم اثنين فرق قويه تتمثل جامعه في المحافل الوطنيه خصوصا وحتى الدوليه. لما لا، لان جامعه صراحه لها اصوات مميزه جدا وجمهورها يتذوق الفن. احنا مرات كنا ندير فيها حفلات جامعه ونغيرت وقلت الناس تجلس وتستمع وتتمتع خصوصا بالمواويل اللي الناس الان راهي نافره منها شوي. نسمت عطر قد ما شاء الله بالتوفيق ابن بلدتي صلاح صلاح ويبعث في القلوب الصباح بن فاطمه، شكرا ليك. يعقوب قده تبارك الرحمن ربي يحفظه. عثماني عماد ما شاء الله ربي يوفقك. امين يقول بارك الله فيك ربي يوفقك ان شاء الله. امينه الصوفيه ما في هاتيه كمان حتى يزداد جمال الصوت، شكرا ليك يا امينه ان شاء الله. راح نطلب من التقني تاعنا شاف تكنيكي يعني. هنيهات ام هيماه برنامج ما شاء الله، شكرا ليك زميلنا عبد الحق النمري راهو يشاهدنا. بالتوفيق والنجاح خويا كمال ولضيفك المبدع، شكرا ليك يا غالي. خويا العروسي في رجال التوفيق للضيف عبد النور ما شاء الله، وتحيه ليك سي كمال، تحيه ليك يا خويا العروسي ولا كل احبابنا وناسنا في واد العلنده. اها يلا نوصل معك. كيف هي علاقه عبد النور مع القران؟ الناس ديما تربط الانشاد بالقران. نعم. فما هي علاقتك بالقران؟ الحمد لله علاقتي بالقران يعني انا متواصل في دراسه القران الكريم حيث في العام الفارض والحمد لله ختمت 60 حزب ما شاء الله، والان راني مع الترسيخ والحفظ ان شاء الله. نسال الله ان يوفقك ان شاء الله ويثبتنا على القران. نعم. الكريم نسمع منك تلاوه عبد النور بصوتك. نعم يلا يا فتحي نسمعوا تلاوه عطيره بصوت المقرئ المنشد عبد النور شرديد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
ولا يؤده حفظهما وهو العلي العظيم. يعطيك الصحة يا عبد النور، مميز جدا، ربي إن شاء الله يوفقك وربي يفتح عليك وربي يجعل القرآن إن شاء الله لك نور وتاج ووقار لوالديك يوما لا ينفع مال ولا بنون إلا ما أتى الله بقلب سليم. قيس بن فاطمة ما شاء الله بالتوفيق، شكرا ليك بالعيد محمد. أظن يا كمال أصبت بخيبة أمل البارحة بخسارة الريدز ليفربول، والله العظيم نصار حق أصبت بخيبة أمل كبيرة جدا. كنت نقول ديما الريال طالعة بالحظ، لكن البارحة تأكد اللي بين ريال مدريد فريق عريق جدا مميز ويستاهل. أطاح باريس سان جيرمان، أطاح بالسيتي، أطاح بليفربول، أطاح البارحة بالريدز أصدقاء صلاح، وألف مبروك لريال مدريد وجمهورها يا خويا بصحتكم. بسمة بالتوفيق الأستاذ كمال رزوق ما شاء الله على عبد النور، شكرا ليك. عمر أبو خالفة بالتوفيق إن شاء الله. فضل صيف الإسلام ما شاء الله عليك موفق يا بطل. الحاج دودو بالتوفيق إن شاء الله، يضح حضرنا شو دخل يا عبد النور أسمعها بصوتك. نضال بالتوفيق إن شاء الله. رامي يقول يعطيك الصحة عبد النور ربي يوفقكم. عبد الرؤوف كامل زميلنا العزيز بالتوفيق والسداد إن شاء الله تبارك الله. حكاياتها من ورق ولا حكاية من ورق، بالتوفيق إن شاء الله. حمزة يقول أخ كمال بصفتك منشد عليك الاهتمام بمثل هذه المواهب تطويرها لنراها تحتل المراتب الأولى في المسابقات الوطنية والدولية بإذن الله يا حمزة. وما حصتنا هذا برنامج تركيدز وغيرها إلا إن شاء الله لدعمهم إعلاميا، وربي يوفقهم إن شاء الله، ولنا عديد الأصوات المميزة في الواد وفي جامعة وفي المغير وفي تقرط وفي جنوبنا الكبير وفي الجزائر بصفة عامة. الله يوفقهم إن شاء الله لخدمة البلاد والعباد. يلا يا سيدي نسمع منك أنشودة يا عبد النور إن شاء الله. أحيي جمعكم يا كرام وأقول أهلا، أحيي جمعكم يا كرام وأقول أهلا. لقد حل الكرام مع كرامي، نزلتم ساحة المختار طرًا، وصليتم على خير الأنام. الحمد لله فاض علينا أهلا وسهلا بالزائرين، شرفتمونا في يوم تقينا بقدومكم نحن فارحين. الحمد لله فاض علينا أهلا وسهلا بالزائرين، شرفتمونا في يوم التقينا بقدومكم نحن فارحين. جئتم على الناس طاب نداكم، يا فوز من احتمى بهداكم. جئتم على الناس طاب نداكم، يا فوز من احتمى بهداكم. أنتم نجوم الهدى وسواكم، أنتم نجوم الهدى وسواكم. أهلا وسهلا بالحاضرين، الحمد لله فاض علينا أهلا وسهلا بالزائرين، شرفتمونا في يوم التقينا بقدومكم نحن فرحين. وبقدومك نحن فرحين يا عبد النور إلى استوديوهات قناة التحرير، يعطيك الصحة ما شاء الله. أكثر شخص من غير العائلة يشجعك على الإنشاد؟ في الحقيقة يعني هناك العديد من الأصدقاء والأحباب والجيران يشجعونني للإنشاد يعني والعائلة الكريمة، ولكن نجد أكثر شخص يشجعني للإنشاد يعني هذا اللي ذكرته يعني وجاءني اللحظة
اخي وحبيبي عبد المنعم رزوق. عبد المنعم رزوق. رزوق رزوق هذا قرب لي. عبد المنعم رزوق هذا جارك صاحبك يقرا معاك؟ لا لا هذا اكبر مني يعني من البلده. صديق من صديق, صديق من نعم البلدة. يعطيك الصحه يا عبد النور. قلت لي وش اسمه؟ عبد المنعم رزوق. عبد المنعم رزوق يعطيك الصحه يا عبد النور. عبد المنعم رزوق حكمت لي انا عبد النور. ما هي طموحاتك المستقبليه؟ وش حاب يعود عبد النور؟ طموحاتي المستقبليه ان شاء الله الدخول الى معهد حدي الارواح ان شاء الله. ومن ثم منشد الشارقه ان شاء الله. ان شاء الله يكون لنا نصيب والقيام باعمال فيديو كليب مع منشدين امثالك ان شاء الله. وهذه من بين اكبر طموحات التي اراها ان شاء الله. ربي يبارك فيك ان شاء الله يا عبد النور. طموحات مشروعه لازمها شويه خدمه, لازمها شويه عمل, شويه تعب. حد الارواح بالطبع برنامج رائع جدا على قناه القران الكريم. نوجه تحيه لخويا الطهاوي لحمزه ولا كل القائمين على هذا البرنامج الرائد في الجزائر الذي يدعم المواهب الصاعده في سماء الفن الهادف, والى كل القائمين على برنامج منشد الشارقه هناك في اماره الشارقه. برنامج مميز جدا يخدم الاصوات والحناجر الجميله والمبدعه. ما هو رايك في المهرجانات الانشاديه التي عاده برمضان نحكي لك المهرجانات الانشاديه التي شفناها في بوسعاده, شفناها في ورقله, المهرجان المحلي الثقافي الانشاد بورقله ببوسعاده بمستغانم التي عادت الان بقوه, ما رايك فيها يا عبد النور؟ تابعتها ما تابعتهاش؟ المهرجانات الرمضانيه التي عادت في رمضان يعني هي فكره مستحسنه تهدف الى إظهار الإنشاد وترقيته من خلال لم الفرق والإنشادية وظهور مختلف طبوع الإنشادية. نعم. ما هو دور مسابقة منشد الجامعة؟ لأنك أنت شاركت من قبل في مسابقة منشد الجامعة وانت أهلت النهائي. نعم. هذه تاع الواد الوطنية. المسيلة ما شاء الله فيها صوت ممتاز جدا. ما هو دورها في خدمة الإنشاد بالجزائر؟ لأن شفناها مؤخرا صارت في كل الجامعات في الجزائر. كنت تشوفنا في المسيلة, سمسيلة, العاصمة, تيارت, ما شاء الله يعني كلها مسابقات في الجامعات. هنا هذه فوت سوف أظن أقيمت أيضا مسابقة للقرآن الكريم والإنشاد. صار كاين اهتمام في الجامعة بالإنشاد. مهرجان أضرار المميز جدا الذي يجي مع خيرة الفرق في الجزائر, لجنة تحكيم مميزة وأصوات ضيوف شرف هايلين. ما رأيك فيها وما خدمتها للإنشاد في الجزائر؟ المسابقات الجامعية للإنشاد دورها كبير, حيث الوقت اللي رحنا المسيلة قمنا بعدة دورات مع الأساتذة من الأستاذ فؤاد ومان والأستاذ القدير كريم ممون. نعم. قمنا بدورات تكوينية والتدرب على الصوتيات والمقامات, وحيث كان هناك جو أخوي بين المنشدين وتعرف على منشدين من مختلف ربوع الوطن وتبادل خبرات وطبوع مختلفة. يعني هذه الفكرة نريد أن تعم خلال جامعات الجزائرية بالكل. نعم. ان شاء الله جميل. يلا يا عبد النور نسمع منك حاجه اخرى ونروح الى الفقره الثانيه. هناك اسئله كبيره جدا وكثيره لاخونا وفنان المبدع المنشد عبد النور شريد. ايضا انتم بامكانكم ترسلوا لي اسئلتكم لعبد النور في الفقره الثانيه حتى نستمتع معه. يلا وش سمعنا يا عبد النور؟ محمد سيد الكونين والثقلين, محمد سيد الكونين والثقلين, والفريقين من عرب ومن عجم, هو الحبيب الذي ترجى شفاعته من كل هول, من كل هول من الأهوال مقتحمين.
يا ونا يا ونا وسيدنا بسيدنا وسيدنا بسيدنا يا ونا يا ونا وسيدنا بسيدنا وسيدنا بسيدنا صلاة ربي مع السلام صلاة ربي مع السلام على حبيبي خير الأنام على حبيبي خير الأنام يا ونا يا ونا وسيدنا بسيدنا وسيدنا بسيدنا يا ونا يا ونا وسيدنا بسيدنا وسيدنا بسيدنا قينا البلايا واحفظ لنا يا قينا البلايا واحفظ لنا يا جم العطايا سبل السلام واحفظ لنا يا بار البرايا واحفظ لنا يا بار البرايا عند المنايا حسن الختام عند المنايا حسن الختام يا ونا يا ونا وسيدنا بسيدنا وسيدنا بسيدنا يا ونا يا ونا وسيدنا بسيدنا وسيدنا بسيدنا ما شاء الله يا ونا يا ونا سيد النبي سيدنا سيدنا نعم كلمات جميلة جدا تقول أستاذ نوال من التراث البشاري أداها المنشد العالمي عثمان بن سعد ابن مدينة بشار نوجه تحية لفنان الجميل المثابر والمجتهد دائما عثمان بن سعد ابن مدينة بشار له عديد الفيديو كليبات تشاهدوها على اليوتيوب عثمان بن سعد عثمان بن سعد أعطيك الصحة يا عثمان عبد الحميد أبو طالبي يقول لك بالتوفيق ساكن عبد العالي بالتوفيق إن شاء الله يوسف ربي يحفظك ولد بلادي حسام الدين بالتوفيق إن شاء الله عبد النور شكرا لك يا كادات كادات يعطيك الصحة يا ريالي شكرا لي أنا عمي ما شاء الله عليك وليد يقول ما شاء الله صوالح حميمة محمد كيف ترى عبد النور بعد 5 سنوات خليها هذه في الفقرة الثانية يا صوالح حميمة محمد هذا المبدع الذي إن شاء الله سنراه في قناة التحرير بعد أن يكمل امتحانات البكالوريا صوت مميز ومشروع إعلامي في القمة إن شاء الله ونيهات أمه يا ماهر بيحفظك خويا كمال بالتوفيق في الفن هذا إن شاء الله يقتدي بك عبد النور اقتدي بي عبد النور إن شاء الله إن شاء الله يوسف ربي يحفظك النور يا خويا عبد الرحمن أبو الدحتاح بالتوفيق في باقي المشوار ونيهات أمه يا ماهر ما هو الشيء الذي أضافته لك عبد النور الحركة الكشفية في حياتك أنت كشاف كشافنا. أيوة ماذا أضافت لك الحركة الكشفية؟ والله الحركة الكشفية حركة تربوية أضافت لنا الكثير الكثير من مبادئ الأخلاق. فالكشاف يعني مطيع، كشاف محب للطبيعة، خلوق خلوق نعم. الفوز اللي راك فيه ولا كنت فوز فيه؟ محمد بوراس ما شاء الله فوز محمد بوراس سيدي عمران قائد آسيا تقول ما شاء الله على وليد سيدي عمران وعائلة شراديد موهبة مميزة وأخلاق عالية ربي يحفظه يا رب إن شاء الله أبو هبة الرحمن بالتوفيق إن شاء الله عبادي السعيد يقول ما شاء الله ربي يوفقه إن شاء الله شكرا لكم يلا نروح إلى الفقرة الثانية يا فتحي مباشرة نروح إلى الفقرة الثانية فقرة الأسئلة هي فقرة خمم وقول لازم تخمم شوي خمم وقول نبدأ لك مع أول سؤال رح نعطيك صوت هكا فتحي صوت إسحاق وصوت صهيب نسمعهم مع بعضنا وحتى جمهورنا خلي يختار من الأفضل بين صوت أخويه عنده أكبر منا إسحاق والكبير فيهم صهيب هو الكبير صهيب كبير وبعد يجي إسحاق وبعدين يجي عبد النور يلا نسمع صوت إسحاق وصوت صهيب يكون عادلة جسم الكبير إذا كان الصغير يستاهل إسحاق إذا يستاهل صهيب يستاهل صهيب أنتم أيضا تسمع أصواتهم وتحكموا عنهم نبدأ بالصوت الأول الصوت الأول يا ليلي يا ليلي يا ليلي
لغة الكلام كما رأيت على فمي. الله. لغة الكلام ما شاء الله صوت جميل جدا. صوت هذا صوت إسحاق. هذا إسحاق نعم. يا الله نروح إلى صوت أسمعوا مشاهدين الكرام صوت صهيب. ما نعم إن كان موتك لا محالة آتيا فلما تخاف الموت من كورونا فلما تخاف الموت من كورونا. نعم إذا سمعنا الصوت الأول صوت إسحاق والله صوت جميل جدا. صوت صهيب أيضا هو معروف صوت رائع جدا ومميز. يا الله أعطينا موسيقى فتحي خلينا نسمعه. من سيختار؟ تحب تخمم؟ تخممشي من ستختار بكل شوف صدق ومصداقية وديمقراطية وشفافية. من تختار صوت إسحاق ولا صوت صهيب؟ خلنا نسمع شوية تعليقات خلنا نعاونوك. أبو هبة الرحمن يقول بدون ما نسمع راني قلت لك إسحاق أنا. صوت جميل بصح إسحاق أجمل. عمر عيدان يقول ربي وفقك خوي عبد النور. خوي عيدان ولا أخوك عيدان عمر. أستاذ نوال قناة أو الإذاعة الجزائرية تقول إسحاق أكثر إحساس لو أن صهيب أيضا صوته جميل لكن معليش منه الأفضل عاونيه. قايدة آسيا خماس تبارك الرحمن على الإخوة الثلاثة تحية خالصة لهم. يا الله يا سيدي من تختار؟ هل صوت إسحاق أم صوت صهيب؟ أيضا صلاح صلاح يقول أنا نخير صهيب. صلاح صلاح يقول أنا نخير صهيب. يعني رتمي زعبوب يقول إسحاق. شوف كي ثلاثة قالوا إسحاق وثلاثة قالوا صهيب. سمعنا نفس انت الفاصل يلا. في الحقيقة أنا أكثر شخص اللي نتأثر به في المجال في الأناشيد اللي يقدمهم وفي وصلات صهيب. أستاذ نواد تقول إسحاق صهيب. أستاذ صغير 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 ويقول إسحاق. صلاح صلاح يقول صهيب صهيب. محمد يقول إسحاق. يسمى كاتوف يقول صهيب صوته جميل لكن إسحاق عنده إحساس. أبو هبة الرحمن أنت لمن كان ينشد إسحاق؟ فهمتش. صابر المحتسمة تقول إسحاق.
قائد آسيا خميس تقول في هذا المقطعين إسحاق ما شاء الله، صلاح صلاح يقول صهيب، محمد خضران يقول إسحاق، توأم روحي هارون يقول إسحاق، أبو هبة الرحمن يقول إسحاق، بوليف بوليف سعيد، حسام يقول حسام الدين يقول لا صهيب ولا إسحاق بل عبد النور. يلا إسحاق صهيب هنيهات أم هي ماهل مخاضرم صهيب راتمي زعبوب إسحاق إسحاق صلاح صهيب وهز دراعك. وأمير يقول إسحاق بدون منازع. يلا يا سيدي نقول لك راه متعادلين الجمهور في من يقول إسحاق من يقول صهيب، صراحة يحتار من 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 يسمع صوتيهما يحتار في من يختار. في الحقيقة أنت من ستقرر؟ أنت معهم في الدار معهم في الحفلات؟ في الحقيقة الأصوات صوت إسحاق وصهيب أصوات متقاربة. نقول لك كاش يديروا في لجنة التحكيم، نقول لك لجنة التحكيم كاش يديروا، هذو 25% على مساحة الصوت، 25% على الخامة الصوتية، بعدين الحضور واللباس وسلامة اللغة وحسن الاختيار، فأنت أحكم على مساحة الصوت وعلى الخامة الصوتية. مساحة الصوت والخامة الصوتية كما قلت لك في الحقيقة أصوات. بيت معنا اليوم ولا تروح الجامعة؟ لا بيت أنا سهلة مليحة بس هنا اليوم سهلة. قلت لك الأصوات متقاربة ومتشابهة في ال، لكن أكثر الأعمال اللي نتأثر بها ونكررها يعني الأعمال اللي يقوم بها صهيب. احنا ما قلناش الاعمال تتاثر بها وكذا، قلنا انا اقول لك انا اقول لك هو يبرر. لكن الصوت اللي نشوفه يعني في المساحه الصوتيه وفي الخامه اسحاق. الله إسحاق. اكبر صهيب. اخترت إسحاق, اسحاق على صهيب، سامحنا صهيب. يلا السؤال الثاني، عدنان الحلاق أم معتصم بالله العسلي؟ بالطبع أصوات معروفة عدنان الحلاق ومعتصم بالله العسلي، خمم أسمع شيء موسيقى واختار. عدنان الحلاق الفنان المنشد السوري المميز والكامل يعرفوه، صاحب شارة يلي بده يتحدى هاي الحارة من أدى في مين بيحمنها، ولا توحشنا أيام باب الحارة معتز وأبو شهاب وكذا، ومعتصم بالله العسل الذي الآن يحدث ثورة في عالم النشيد، جولات وصولات في إسبانيا اليوم راه في إيطاليا البارحة في تركيا ما شاء الله، يعني ابن بطوطة الإنشاد والصوت في القمة يستاهل كل الخير. كلاهما شارك في برنامج مش الشارقة الطبعة الأولى، عدنان الحلاق كان المركز الخامس ومعتصم بالله العسل كان المركز الرابع. ومن سيختار عبد النور شراديد؟ إلى من تميل؟ إلى صوت عدنان الحلاق أم إلى صوت معتصم بالله العسلي؟ يلا فكر ثم أجب، فكر شوية بعد جواب. يلا يا سيدي، عدنان الحلاق منشد شارقة، منشد له صوت قوي قوي جدا. نعم نعم صوت صداح يعني ما شاء الله. كذلك يا العسلي صوت كروان وصوت انتقالات مقامات يعني رهيب رهيب. ولكن ولكن الصوت الذي اختاره هو صوت المعتصم بالله العسلي. المعتصم بالله العسلي. نعم يساك الخير. أيضا عندنا حلاق مميز ما شاء الله، يعني أصوات السورية وأصوات الشام قوية جدا. يلا نروح لك الوطني، علي صحراوي أم لقمان إسكندر؟ علي صحراوي نوجه له تحية، أم لقمان إسكندر أيضا نوجه له تحية من هنا من وادي سوف. علي صحراوي أم لقمان إسكندر ممثل الجزائر في الطبعة الثامنة للمنشد الشارقة، أم ممثل الجزائر في الطبعة العاشرة ولا الحداش في منشد الشارقة لقمان إسكندر؟ يلا ابن المسيلة الحجل ولا ابن المدية؟ المدية ولا الحجل؟ من سيختار؟ الحجل فيها عمي الطيب وفيها شوا وفيها كذا، والمدية العسل الحر والناس الطيبة والناس الزينة، من سيختار؟ موسيقى ونسمع. أبو
طبعا لما نعطي سؤال من تختار يا ريت انتم ايضا تشاركوا معنا في اختياركم. نحسبوا الاحساب. يقول زكريا انا سأساعد عبد النور في اللي قبله. قال المعتصم بلال العسلي. صابر المحتسب قالت عدنان الحلاق السوري. ايضا رتمي يقول معتصم بالله. هنيهات ام هيمات يقول عدنان الحلاق. يعني كل واحد يختار ما شاء الله. يلا ايضا علي صحراوي ام لقمان اسكندر. علي صحراوي ام لقمان اسكندر. ايضا فكروا وجاوبوا علي صحراوي ام لقمان اسكندر. وما سيختار عبد النور؟ علي صحراوي ولقمان اسكندر منشدين كبار في الجزائر. نعم. منشدين مثلوا الجزائر في منشد الشارقة. لهم أصوات ساعت في عديد من المحافل. يعني نجد اختيار صعب بين هذين. خليني أساعدك شوي. هنيهات أم هيمات تقول لقمان إسكندر. محمد خضراوي يقول حسام الجزائري. من حسام هذا؟ ياسم يقول لقمان إسكندر. ولك أن تختار لقمان إسكندر أم علي صحراوي. علي الصوت القوي، المساحة الشاسعة، الجواب عنده ما شاء الله. لقمان الصوت العذب الشجي، التنقل في المقامات، الحضور على المسرح. علي الأنيق صاحب النظارات المميزة. نزل نضغط عنك. يلا من نختار علي صحراوي أم لقمان إسكندر؟ اختار لقمان إسكندر. لقمان إسكندر. عبد الحميد بوليف يقول لك علي صحراوي. رتمي يقول لقمان. زمور يقول لقمان. هنيهات تقول لقمان. تحية إلى لقمان إسكندر وتحية إلى علي صحراوي. والأذواق لا تناقش. يلا هدي الحمام. هدي الحمام تقول علي صحراوي. صابر المحتسبة لقمان إسكندر. نعم. يلا يا سيدي نروح إلى أسئلتك الخاصة. نبعد عنك شيء من الخيارات. وش هي أكلتك المفضلة يا عبد النور؟ ما هي أكلتك المفضلة؟ جمعة معروفة بالعديد من الأكلات الشعبية مثل الشخشوخة، البندراك. أيوة ديروا الشخشوخة. الشخشوخة نعم. بلحم بلحم الغنم ولا لحم الدجاج؟ الغنم والدجاج. ساعك ساعك على حسب المصروف. المختومة ثاني. مختومة؟ مختومة. ايش معناها مختومة؟ مختومة كسرة هذيك فيها الدواء البصلة والطماطم ولا مطابيق نقولوا هنا. محاجب. محاجب محاجب. ايوا صحيح صح. احنا مطابيقنا خير يا شيخ. حتى انا خير والله. اروح ذوق. اروح ذوق. اروح ذوق. نجي ان شاء الله. ها وش يفضل عبد النور؟ وش تحب الوضع الطيب لك؟ صلاح قال لك شواط. تضرب شواط في الوضع. ناكل شواط. الأكلة المفضلة عندي البندراق. البندراق وما أدراك. أكلة رائعة جدا. احنا عندنا نقولها بورطلاق هكا. احنا عندنا في الوضع نقول بورطلاق لكن ما نخدموش كما تخدموه انتم. في ما هي مكونات ال مكونات البندراق؟ البندراق نعم. البندراق هي أكلة يعني شيء يعني فيها حتى فايدة. يعني أنك الخضر كل فول بصلة بطاطا زرودية كل تلمه في القدرة في الكيكوطة ولا القدرة كما تقولوا. لوح وخلاص. لوح وخلاص اللي جاش كينا. ويعني يغموها غموها وتقعد لمدة لمدة. وين يغموها؟ في الكيكوطة كما تقولوا ولا القدرة. أها وتطلعها فترة مدة معينة. ويعني بالطعام ولا تخلط بالطعام و تسقى. احنا نقول تسقى سقى. تخلط ولا لا؟ تخلط 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 تشكل ولا؟ نعم تخلط. ايوه تخلط تشكل. تجي حارة شوي؟ على حسب اللي ياكل الحرارة. يدير الحرارة اللي يديرها حارة. واللي في من يقول لي الطماطم ما فيهاش طماطم. ما فيهاش طماطم. طماطم الحكة ما فيهاش. طماطم الحب فيها. لا حكة لا لا الأخرى. ايوه اصلا هي ما تجيش ما تجيش ما تجيش حمراء. تجي خضراء. تجي خضراء. شاهدنا في بندراق هذا. ان شاء الله اذا زرتكم في القريب قول الوادس حضر لنا بندراق ونجول له تحيه. وادس عبد النور يتشاهد فينا ايضا الى والدك المميز والغالي. القائد اسد تقول بندراق بدون منازع. هنيهات ام هيامات تقول الحبات. وش هي حبات هذه؟ الحبات. الحبات وش معناها حبات؟ الدراهم؟ لا لا الحبات اكله هذه. كان اكله اسمها حبات. أكلة حلوة مالحة. أكلة يعني تفتل الطعام.
ايه ديروا شويه كبير على كما نقولوا الطعام تجوع فينا كسكس ديروا كبير شويه على الكسكس. احنا عندنا نقولوا صفه بلاك ممكن ايه ممكن صح. هنا هي تقول بندراق عبد النور يحب الشواد يقول صلاح آمنة الصوفية ما هو نوع المقام الذي والله غير كان السؤال هذا آمنة الصوفية قلت لك ما هو نوع المقام الذي يميل إليه عبد النور في الإنشاد ما هو المقام الذي يميل إليه عبد النور في الإنشاد يعني يجد مقامين أيوة مقامين مقام البياتي والرست في جامعة المنشدين عندكم والمداحة والقصيد أيضا نحب البياتي الرست الرست معروف الرست أكثر من البيات نعم البيات ممكن عندنا احنا هنا هو الصبا ايضا صلاح يقول كيكوت هنيهات بندراق طوب الصابر المحتسب الحبات تاع جامعه ما شاء الله هنيهات تقول بندراق سرت سر التقي سريانه صورانه تقول مرحبا بكم مرحبا بك شخشوخه عبد الحميد يقول مرشومه ادريس بن يا كاين مرشومه مثلا كاين مرشومه كيف البصله هذه فيها طماطم والبصله يعني شاهدون هذه الحمام حبات هو الصفه عندكم ايوه صفه خشينه تقول سر سريانه قائد آسيا الحبات أنتم تقولون هالمحكوك يا أخي كمال خلاص صفة عبد الحميد الحجاز ما تنساش البطوط با 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 البطوط وما أدراك هو بمثابة صفيتي عند نمسيلة عند بوسعادة عند رائع جدا البطوط صفة عندك البيات البندراق ربيع سمير قلت تحية عطرة من البويرة وراه عندك شعبية كبيرة أخويا النوري جنرال أباب يقولك جنرال النوري يدلعوا فيك باسم معين في الدار برا نوري النوري نوري. عبد النور النوري يلا يا سيدي نروح للسؤال اللي بعده لون تحبه ولون ما تحبهش لون تحبه ولون ما تحبهش نسمع خمم شوي والله ما يستاهلش تخميم هذا ما يستاهلش تخميم هذا بين بين اللون نحبه ولا حتى فتحه ما تطلعش الموسيقى ما تطلعش يلا اللون اللي نحبه اللون الابيض اللون الابيض الابيض الله لون السلام يعبر السلام لون الصفاء واللون اللي ما نحبش الوردي الوردي ايه اللي راهو مقابلنا اليوم علاه يعني هذا يعبر على الانوثه وعلى هذا ايش بالعكس هو اللون المحبب واللون الجميل الاحمر ما تحبهش احمر عادي انا يعبر حتى على الانوثه الوردي احسه اكثر دافي تحسه شويه يا الله يا سيدي ما يحبش الوردي يا اخونا عبد النور قال لك لين يعبر على الانوثه ها صفه مميزه فيك صفه مميزه فيك تحسها بارزه في صفه في عبد النور ولو اني عندي في راسي هكا صفه ليك حاسه مميزه فيك لكن حاب نسمعها منك صفه مميزه فيا اني انسان محتشم الله الهدوء الهدوء طيابه ديما هكا ماكش عصبي شوي ممكن في كي تزعف ولا لا لا كاينه صح مش نقول لك صفه سيئه فيك كاينه صح هذه هي بعد والله هذه هي يعني انت هادي كالم كي تزعف خلاص حتى في الاقامه مرات تدير هده ولا لا لا الاقامه شوي شوي تلعب كوره ما تلعبش نلعب ريال مدريد ام برشلونه ريال مدريد ريال مدريد ريال مدريد في الدوري الانجليزي من تشجع سيتي سيتي ايه. الدوري الفرنسي فرنسا باريس سان جيرمان مارسيليا ايه. ليون باريس نيس باريس نعم يعني اني تبع البالو يعني مش نتفرج كعامة الناس يعني مش عندك فيها هكا مغني جزائري تحب صوته وتتمنى تشوفه منشد هذه خمم فيها مليح مغني جزائري يريد يكون مشهور في الجزائر تحب تسمع صوته وتتمنى تشوفه منشد مغني جزائري قائدة خميس تقول الحياء من صفاته ما شاء الله هذه الحمام الهدوء صفته المعتادة منذ الصغر سر سريانة تقول البراءة والهدوء والحشمة طبع مخلوق فيه هو بينها ما شاء الله هنين بريكة في الدخلة على البرنامج نقول له شوف أضحك تكلم ليه وما تحشمش وما تخافش وما تخجلش زموري يقول أنا يوسف زموري يحب صوتي زموري صوته مليح هذا يوسف يوسف زموري هذا جيب لي مال الحصة إن شاء الله أنا أسمع صوته أخويا ربيع سمير إن شاء الله نشوفوك منشد الشارقة يا رب ونعرفوك إنسان مثابر قوي وتقدر لها لأنك أسد ودريغ ما شاء الله القائدة الحياء من صفاته ما شاء الله
شوفوا اذا جاب لي البندراج مده اسبوع كامل كل يوم ندير له معرفه في الشارقه ونطلع. ايضا هذه الحمام تقول هدوء صفاته المعتاده منذ الصغر. يلا فنان مغني جزائري تحب صوته وتتمنى تشوفه في الانشاد مثل ما شفنا من قبل فنان شاب جلول منشد الان ومميز وخلوق وطيب. تحياتنا لكل المنشدين في الجزائر وإلى كل أيضا المغنين لأننا في الجزائر عندنا مغنين والله العظيم صفات وأخلاق وطيبة. إن شاء الله يغيروا ويجيبوا سكة الإنشاد إن شاء الله. ها مغني جزائري تحب صوته وتتمنى أن تراه في الإنشاد وخلي نوجه له رسالة من هنا وقصوا له المقطع فيما بعد ونرسلها له عسى يكون مقطعك سبب في ابتعاده عن الغناء وتقربه إلى الإنشاد. مغني جزائري يعني له صوت جميل جدا وهو شاب أنور. شاب أنور. نعم شاب أنور هو قريب للإنشاد تقريبا. يعني عنده مجموعة من الأعمال عنده عمل للرشيد غلام كن مع الله كن مع الله ترى الله معك. أنا نصحكم أسمعوه ادخلوا اليوتيوب دير الفنان أنور شاب أنور كن مع الله ترى الله معك عمل جميل جدا. وأنا من وقتها قلت والله أنور مش راح يبقى في الغناء راح يروح للإنشاد وأخلاق عالية جدا وعديد المنشدين أصحابنا رامي يشكروا في أنور دائما يذكروا فيه بالخير فنوجه تحية للفنان أنور. يلا يا سيدي وين تشوف روحك بعد 5 سنين؟ يقول لك محمد صالح حميمة وين تشوف روحك بعد 5 سنين؟ قداش عمرك تو؟ 20 سنة 25 سنة وين تشوف روحك؟ متزوج خاطب أعزب مسافر من البلاد قاعد هنا في جامعة خارج جامعة مواصل دراستك دكتوراه بعد 5 سنين فنان مشهور مشهد سارقة مشهد حد الأرواح 25 سنة بعد 5 سنين إن شاء الله بعد ما نكملوا الدراسة وال إن شاء الله يعني إن شاء الله نطمحوا باش مش نروح للمشهد الشارقة إن شاء الله إن شاء الله يا إن شاء الله. وقبلها تكون هذه الأرواح يعني هي مرحلة تعبرناها خطوة بخطوة. نعم إن شاء الله يا أخويا نتلاقوا بعد 5 سنين إن شاء الله ويكون حلمك قد تحقق إن شاء الله. وذلك على الله يا عزيز. الربيع أم الشتاء الخريف أم الصيف؟ الربيع الشتاء الخريف أم الصيف؟ ما هو فصلك الذي تحبه؟ الخريف يعني المعروف عن بوقت جني التمر وال ايوه نعم. قلت تساقط الاشجار والاوراق الخريف. من الشخصيه التي ترغب في مقابلتها والحديث معها؟ من هي الشخصيه التي ترغب في مقابلتها والحديث معها؟ يا ريتكم شخصيه عالميه ترغب في مقابلتها والحديث معها في الانشاد في الغناء في المسرح في الإعلام في الدراسة في الطب امرأة رجل شاب طفل. كي قلت لي ما نحبش الوردي بين مش هتكون مرأة روح ما يجي. الشخصية البارزة التي نحبش نشوفها في المستقبل عن محمد طارق. محمد طارق. طارق الفنان المميز محمد طارق والآن في جولة في إفريقيا عند مجموعة من الحفلات نتمنى له كل التوفيق المنشد محمد طارق. محمد طارق هذه رسالة ليك من برنامج ستار كيدز عبد النور شراديد يقول نتمنى نشوف محمد طارق ونقابله ونتحدث معاه إن شاء الله يا رب يتحقق حلمك في القريب العاجل بإذن الله إن شاء الله. ويرسل لك محمد فيديو هذه أمانة منك يا منا يا محمد ليك أنك ترسل فيديو لعبد النور ونبثوه إن شاء الله في حلقتنا الأسبوع المقبل. وش راح تقول له محمد طارق إذا تلقيت به؟ يعني لما لا نشارك معاه في فيديو كليب أو لا. نعم إن شاء الله يا رب كل التوفيق ليك يا محمد. ما هو برنامجك التلفزيوني المفضل؟ برنامج تلفزيوني التلفزيوني نعم الإذاعي هو بين ستار كيدز والثانية تكسيرة. التلفزيوني المفضل ما هو برنامجك التلفزيوني المفضل؟ برنامج تلفزيوني تتبع شيء ما تتبعش تلفزيون؟
نتبع يعني اكثر شيء نتبع فيه هو مسلسل قيام شرطغرل. الله قلنا له برنامج راح للمسلسل برنامج ما يتبعش والو قليله شويه قليله مره على مره. نعم لو ألفت كتابا ماذا سيكون عنوانه؟ يكون عنوان الكتاب الذي لو ألفته التسامح. التسامح. التسامح هي والخجل وشاهي وشاي وشاهي ألف التسامح وعلى الحب وها تك الصحة يا سيدي. يلا شكرا لكل مشاهدينا الكرام. ميلودي عمراني قالك الفصول في الجزائر كل قاع كيف كيف عندك حق والله نهار ما نعرفه صيف ما شتاء ما خريف ما ربيع. اسلام سلام وما شاء الله ربي يحفظك بلبل نتاعنا موفق ان شاء الله هدي ربي يحقق لك كل ما تتمنى ونشوفوك نجم في شارقه. ميلودي عمراني واش كاين الفوق اللي من قبل تشوف في السقف انت بالصباح تشوف السقف هذا من خجل الحياة شيخ. زكريا ابو خزه عين مناص صوره موفق عبد النور الحنجره الذهبيه بون كوراج حبيبي الزين عبد النور شراديد يقول لك انس فضيل سريانة هذا منشد بفرقة بلابي الواحات. نعم نجول تحية ولا كل بلابي الواحات. مصطفى صحراوي البارح كنت نسمع فيها كن مع الله ترى الله معك. شكرا لك. يلا نسمع منك عمل ختامي ونختم معاك يا عبد النور. قول كلمة أخيرة خلي الأنشودة هي نختم بها إن شاء الله. كلمة أخيرة تقولها للمشاهدين تاعنا واللي راهم يشاهدوا فينا ولأحبابك وناسك وعائلتك. أولا أشكرك أخي كمال على هذه الاستضافة. شكرا لك على قبول الدعوة. وأشكر مجمع التحرير كذلك. أود أن أشكر عائلتي وأصدقائي وأحبابي أمي وأبي. نعم ووجه تحية إلى فرقتي التي دائما ما تدعمني نحو العمل. نعم. جيراني خويا علاء خويا صالح فرقتي عبد الغني محمد الأمين تهامي يعني كامل اللي نسيناه ما شاء الله. نعم. هذا هو بارك هذا هو ماكش خاطر وجه تحية لا ما زلت قريب ان شاء الله ما زلت صغيرة ما زلت صغيرة. نعم كذلك وجه تحية إلى عائلتي عائلة شرديد وعائلة أبو خزة. واش نزيدوك يا بارك يا بارك كل الناس اللي نسيتهم يا خويا نوجه لهم تحية وكل الناس اللي علقوني يعطيهم صحة. والله ما شاء الله عليكم لكم خير مشجع لعبد النور صوت جميل جدا عائلة فنية نوجه لهم تحية. نعاود أن نوجه تحية من خلالك إلى الوالدة والوالد اللي راهم يشاهدوا فينا إلى كل خاوتك إلى كل جيرانك إلى كل أحبابك يعطيكم الصحة وكل التوفيق وبلغ سلامنا للجامعة نحب جامعة ياسر ياسر بها بناسها خاوتنا الأعزاز ناس الطيبين كامل كلهم بأخلاق عبد النور ما شاء الله تدخل جامعة تدخل الخير والبركة والطيبة والناس الزينين. نعدكم إن شاء الله في القريب نلتقي ما لا في حفلة إن شاء الله تجمعنا مع أحبابنا هناك وندير حفلة هائلة مميزة نشوف فيها كامل أحبابنا. محمد خضران قالك راك نسيت عماد يا سيدي تحية ليك يا محمد وإلى عماد ورضوان رضوان يتمنى لك مستقبل زاهر إن شاء الله. محمد خضران وميلود مسبل يعطيك الصحة وليكم جميعا إن شاء الله. يلا نختم بأنشودة للمبدع عبد النور شراديد ومن الآن بكم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ريم على القاع بين البان والعالم ريم على القاع بين البان والعالم أحل سفك دمي بالأشهر الحرم لما رنا حدثتني النفس قائلة لما رنا حدثتني النفس قائلة يا ويح جنبك بالسهم المصيب رمي لما رنا
حدثتني النفس قائلة يا ويح جنبك بالسم المصيب رمي يا ويح جنبك بالسم المصيب رمي الله يا إليك يا رب وأنت عني غني أنا الفقير إليك يا رب وأنت عني غني والضعف في أصيل وأنت رب قوي والضعف فيا أصيل وأنت رب قوي الكل يفنى ويبلى الكل يفنى ويبلى وأنت وحدك حي وأنت وحدك حي يا الله يا الله يا الله يا الله لولاك كنت هباء يا رب أو فاسقا أو شقيا لولاك كنت هباء يا رب أو فاسقا أو شقيا والمرء من غير دين يا رب لم يسوى في الكون شيئا يا رب والمرء من غير دين لم يسوى في الكون شيئا يا رب قد كنت ميتا ولكن أصبحت في الدين حيا قد كنت ميتا ولكن أصبحت بالدين حيا وكنت شتى حقا بين الثرى والطريا بين الثرى والطريا